موضوع المحروقات. موضوع المحروقات الحكومات تدخلت عبر دعم موجه مباشرة إلى المهنيين، والحكومة حينما أعطت هذا الدعم وحينما وجهت هذا الدعم وجهته مباشرة إلى السيارات، إلى المركبات، باش ما يتقالش، لأنه كاين ثلاثة المستويات، كاين المستوى ديال صاحب المأدونية، وكاين المستوى ديال السيارة العربة اللي هي واشكار ولا طوبيس ولا كاميون، وكاين المستوى الثالث هو عدد السائقين اللي بعض الأحيان كتلقى سيارة واحدة الأجرة عندها أربعة السائقين ولا ثلاثة السائقين. فالدعم وجه إلى هذه الفئة، ونبغي نبشركم بأنه سوف يكون دعم آخر، لأنه باقي الأسعار ما وصلتش للمستوى اللي خص أنه هاد العملية توقف. إذن سوف ندعم مرة أخرى، سوف ندعم مرة أخرى هاد المهنيين اللي كيشتغلوا باش تبقى الأسعار مستقرة. سوف يتم تخصيص دعم مرة أخرى، سيتم تخصيص دعم للمهنيين لكي يستطيعوا أن يواكبوا هذه الارتفاعات المسجلة على مستوى المحروقات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.